تطور خطير. قال مصدر أمني إن القوات أبطلت مفعول عبوة ناسفة بالقرب من مقر إقامة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري وكذلك وزير النقل صالح الجبواني في مدينة عتق بمحافظة شبوة. وأضاف المصدر أنه تم القبض على شخص أثناء محاولته زرع العبوة الناسفة بالقرب من منزل محافظ شبوة حيث يقيم الوزيران الميسري والجبواني. وللمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني نبيل البوكيري. أحييك سيد نبيل. هل تعتقد أن محاولة اغتيال الجبواني والميسري يأتي في سياق رفضهما لأي يعني لاتفاقات تجعل من ما يعرف بالقوى أو الميليشيات الانقلابية في جنوب اليمن جزء من الحكومة اليمنية الشرعية؟ حتى الآن ليس هناك أي معلومات دقيقة حول التحقيق حول هذا الحادث، وخاصة أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به، لكن لم تثبت الآن أي تحقيقات حول مسار هذا الحادث. لكن أيضا نحن لا نستبعد في إطار هذه الإشكالية الموجودة في اليمن أن ذلك ربما قد يكون أحد أوجه ردة الفعل اتجاه الخطاب الذي سمعناه بالأمس من سعادة الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية مهندس أحمد الميسري وحديثه عن أن هذا اتفاق الرياض سيكون اتفاقا كارثيا وأنه لا يمكن الامتثال به، وخاصة أنه يقدم جماعات متطرفة أو جماعات انقلابية متمردة ويشملها بشرعية أو يمنحها شرعية المشاركة السياسية وشرعية الوجود، وبدل أن تذهب إلى السجون والمعتقلات ستكون شريكة في إدارة المشهد الأمني والعسكري والسياسي. طيب ابقى معي سيد البوكيري. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من نيويورك سيد أحمد الصالح القيادي في الحراك الجنوبي. أحييك سيد صالح. هناك الحقيقة من يشير بأصابع الاتهام للحراك الجنوبي أو للميليشيات التابعة لهذا الحراك للإمارات فيما يخص محاولة اغتيال الوزيرين الجبواني والميسري. هل لك رد على هذا الكلام؟ سيد أحمد هل أنت معي؟ يبدو أنه انقطع الاتصال بيني وبين السيد أحمد الصالح. طيب سيد الصالح، أنا كنت أسألك عن فكرة من يقول أن هناك أصابع قوية فيما يخص محاولة اغتيال الوزيرين وزير الداخلية ووزير النقل اليمنيين، وأصابع الاتهام تشير إلى الإمارات، تشير بشكل أو بآخر إلى ما يعرف بالحراك الجنوبي في هذا السياق لرفضهما التواصل السياسي في هذا السياق. هل هذا صحيح أم لا؟ بأن تلجأ إلى مثل هذه الأمور المرفوضة تماما. هناك قوى متطرفة لربما لديها خلافات أو بينها البين تحاول أن تصفيها، لكن لا يوجد هناك يعني على الإطلاق من القوى الجنوبية من سيتنازل لمثل هذه الأمور، وهذا أمر مرفوض تماما. القوى الجنوبية ترفضه سواء على المستوى السياسي أو حتى القوى الاجتماعية على المستوى القبلي، هذا أمر لا نقبله على الإطلاق. مهما اختلفنا مع أي قوة سياسية في الجنوب لا يمكن بأن تصل إلى مرحلة مثل هذه المرحلة الاغتيالات. هذه أساليب نحن نعرف لمن هي، لكننا لا نلجأ لها ولم نلجأ لها من قبل. أنت تقول هذه الأساليب نحن نعرف لمن هي، من هذه الجهات من وجهة نظرك التي تشير إليها أو التي تلمح عنها سيد الصالح؟ بوضوح تام يا سيدي العزيز، الجماعات المتطرفة باختلافات مسمياتها وأن يعني قواعدها الأساسية هي من يعني دائما تنتهج نهج الاغتيالات السياسية. نحن قوى سياسية مدنية نؤمن بالسلام والحوار والحديث والاختلاف والسلطة والمعارضة، وبالتالي ليس في أبجدياتنا مبدأ الاغتيالات على الإطلاق. وفي الأخير هؤلاء إخوتنا أيضا، يعني هم جنوبيين، نختلف ونتفق نحن وإياهم في نقاط ونتفق في نقاط أخرى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بأن نقبل أو نرضى حتى أن يتعرضون لأي نوع من أنواع الأذى الجسدي. لكن اسمح لي، البعض يرى أن لا مصلحة لأحد لن نقبل في مقتل، ولا نقبل في الحقيقة لا مصلحة لأحد. عفوا سيد صالح، نحن في إشكالية سياسية. نعم
لكننا في موضوع يعني حفظ أرواح الناس هذا أمر مقدس للجميع. الاختلاف السياسي حق مكتسب والتباينات ولا نقبل. أنا أنتمي لهذه المحافظة التي حصلت فيها المشكلة بالمناسبة، وكل القوى هناك تدين وتستنكر هذا الاعتداء، ونطلب فقط من الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها الشرعية في الحقيقة في هذه المحافظة وهي مسيطرة على كافة المنطقة أن تفتح تحقيق تام وتظهر الحقائق للناس، ومن ثم توجه المتهمين إن تم القبض عليهم إلى المحاكم، ومن هناك ستتضح الصورة أمام الملأ. نحن لا نخاف من شيء على الإطلاق، بالعكس هذه العملية مرفوضة ومدانة. جميل، هذا الكلام جميل. دعني فقط أسألك، الجهة المعنية بالتحقيق في هذا الأمر بعيد عن الاتهامات ومناكفات سياسية، يعني لماذا الجبواني والميسري؟ الجبواني والميسري معروف ما يطرحونه من رفض للتواصل مع المجلس الانتقالي، يصفون هذا المجلس الانتقالي وكل ما تفرع عنه بأنه مجلس انقلابي جاء فقط لوضع يده على الجنوب لإعطائها في النهاية للمصالح وللإمارات بشكل أو بآخر. فلماذا تأتي عملية الاغتيال بعد مثل هذه الأحاديث سيد الصالح؟ دعني أقول لك بأن المجلس الانتقالي لو أراد الإساءة أو إذاء الجبواني أو الميسري كانوا تحت رحمة بنادقهم في عدن أيام في شهر أغسطس الماضي، ولكنهم لم يقبلوا على ذلك، سمحوا لهم بالخروج بسلام وأمان، والجميع يدرك هذه الجزئية والجميع يعلم ذلك. أن المجلس الانتقالي لا يؤمن بالعنف أو المواجهات حتى وإن كانت في المعارك، كانوا في تلك اللحظة يحاولون يعني وحريصين كل الحرص قيادة المجلس الانتقالي وقواته في حفظ الدماء في الحد المقدور عليه. الجبواني والميسري نختلف نحن وإياهم سياسيا نعم، ونتواجه سياسيا نعم، لكن مثل ما ذكرت لك وأؤكد لك مرة أخرى لا يمكن بأن تلجأ أي قوة في الجنوب إلى مبدأ الاغتيالات أو حتى المحاولة في هذا الأمر، لأن هذا الأمر بالنسبة لنا يعني ممنوع ومحرم سياسيا واجتماعيا، وأمر لا نقبل به على الإطلاق. لربما مثل ما قلت لك يعني إذا لم تكن هناك هذه الجهات المتطرفة والإرهابية التي دأبت على الاغتيالات والتي استهدفت كثير من قياداتنا الجنوبية بالمناسبة الفترات السابقة، وشعب الجنوب بالمناسبة قياداته تعرض للاغتيالات منذ 2007، أكثر من 357 اغتيال، عملية اغتيال ناجحة تمت في المحافظات الجنوبية منذ 2007 إلى اليوم. لكن إن لم تكن هذه الجماعات المتطرفة هي من تتبنى هذا الأمر، فمعنى ذلك بأن هناك قوى سياسية ليست تقضي على هذه الاتفاقية أو هذا التقارب السياسي بين القوى السياسية التي هي موجودة اليوم في الساحة. أشكرك. وحاولت بهذه العملية خلط الأوراق لتحمل المجلس الانتقالي أو القوى الجنوبية تبعات هذا الأمر، وهذا الأمر مثل ما ذكرت لك نحن نرفضه جملة وتفصيلا. شكرا جزيلا. نأمل من قوى الأمن التي هي مسيطرة على المنطقة، ذكرت لك وأؤكد لك مرة أخرى بأن محافظة شبوة ومديرية عتق التي حصلت فيها هذه المحاولة المزعومة تسيطر عليها أجهزة الشرعية وزارة الداخلية التابعة لأحمد الميسري إلى هذه اللحظة. أشكرك. وبالتالي هي المعنية بالدرجة الأولى في إظهار الحقائق للناس، والمدينة صغيرة ليست بكبيرة، يعني بالإمكان يعني تتبع من قام بهذه العملية والقبض عليه وتقديمه للناس. أحمد الصالح القيادي في الحراك الجنوبي عادلة وعلنية لكل الناس. كنت معي عبر الهاتف من نيويورك، أشكرك شكرا جزيلا وأسف للمقاطعة لضيق الوقت. لكن في سؤال آخر سيد النبيل البكيري، ما تأثير محاولة اغتيال الميسري و الجبواني على العملية السياسية في اليمن، خصوصا الجزء المتعلق بالاتفاق الذي تدعمه المملكة العربية السعودية بين الشمال والجنوب؟ لا شك أن المحاولة الاغتيالية هي محاولة لتعكير المزاج الأمني في هذه المنطقة، وخاصة أن كثير من القضايا طرحت في هذا الاتفاق في حال الذهاب إلى التوقيع النهائي عليه، فإننا سنشهد أيضا الكثير من العقبات وتحديات أمام تطبيق هذا الاتفاق، خاصة وأن بعض بنوده تشمل أو تطالب بإزاحة كل من اشتركوا في حرب أغسطس الماضية بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية أو أثناء الانقلاب الذي قاده المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. وبالتالي أنا باعتقادي أنه سيكون هناك تحديات كبيرة أمام تطبيق هذا القرار، وأن محاولة الاغتيال ربما لا تخرج عن دائرة الاستهداف المباشرة المنهجة، باعتبار أن الجبواني والميسري في هذه المرحلة يمثلان الخط الرافض أو الخط المعارض للذهاب للتسوية السياسية مع جماعة انقلابية ميليشيوية مدعومة خارجيا. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي اليمني نبيل البكيري، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من إسطنبول.